التسيب الإداري هو ما تسبب في تدني الخدمات الطبية المقدمة للمواطن في مستشفى جدابية. تقرير قدمته اللجنة المكلفة من الحكومة الليبية لرئيسها عبد الله الثنيق. اللجنة المكلفة للقيام بجولات تفتيشية مفاجئة للمرافق الصحية التابعة للحكومة وللوقوف عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين قدمت تقريرها عن الجولة التي أجرتها لمستشفى الشهيد محمد المقريف بمدينة جدابية، مؤكدة أن المستشفى يعاني تدنيا في الخدمات المقدمة للمواطن نتيجة السوء والتسيب الإداري. ولاحظت اللجنة عدم تواجد العناصر الطبية بكافة الأقسام بالمستشفى، فيما عاد طبيبان اثنان تواجدا في عيادة الطوارئ الخارجية والعناية الفائقة، مشيرة لعدم وجود جدول منوبة محتمل مع شح العناصر الطبية المساعدة وضعف كفاءتهم وعدم تغطيتهم للساعة السريرية للمستشفى مع انعدام وجود معاونين صحيين بالمستشفى. وبينت اللجنة في تقريرها سوء حالة المخازن وصغر سعتها التخزينية وعدم ملائمتها للتخزين مع انعدام شروط السلامة للعاملين بسبب تعطل الإنارة ووجود ثلاجتين منزليتين لتخزين الأدوية بما لا يلائم العمل والاشتراطات. وكشف التقرير عدد من التجاوزات والمخالفات الأخرى التي أدت إلى ضعف أداء مستشفى جدابية ووصوله إلى مستويات ضعيفة.